تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. NTP Network Time Protocol. ايه ال NTP ده بقى؟ ده بروتوكول شغال UTP على بورت 123. فكرته ايه؟ قال لك دلوقتي من شويه واحده بنعمل السيسلوك سيرفر، مش كان السيسلوك بتبقى ماركت اصلا، او اللوج يعني بيبقى ماركت بالتايم تايم ستامب. التايم ده يهمني جدا انه يبقى متظبط. ليه؟ افرض حصل هاكينج دلوقتي على السيستم بتاعك، حد قدر ياكسس السيستم بتاعك بيعمل عليه هاكينج، تمام؟ لو التايم بتاع الراوتر بتاعك مش متظبط، طب ما انت كده ممكن تفتكر ان واحد عمل هاكينج عليه في وقت تاني خالص، او شبكه وقعت. انت لو التايم بتاعك مش متظبط هيتخيل لك ساعتها ان التايم ان الوقت يعني اللي حصل فيه الاكشن ده مش هو خالص اللي فعليا حصل فيه الاكشن. فيهمني ان التايم يكون متظبط على الراوترز بتاعتي، تمام؟ بلس يهمني ان التايم يكون سنكرونايزد على مستوى الشبكه بالكامل، ما يكونش فيه فرق في التوقيت. بمعنى ما يجيش راوتر عليه ساعه معينه وراوتر تاني اقل في التوقيت مثلا بساعتين، او ازيد في التوقيت بساعتين. افرض ان انا مشغله ما بينهم راوتنج بروتوكول ومشغله ما بينهم اوثنتيكيشن. لو تفتكر كده الاوثنتيكيشن لما كنا بنجري سلسله المفاتيح والكلام ده كله، وبنخلي التايم او بنخلي السلسله دي مثلا تشتغل من وقت كذا لوقت كذا، الكي لما كنا عملنا حاجه اسمها كي روتيشن بالظبط، تمام؟ طب لو انا عندي فرق في التوقيت ما بينهم، لو انا ما كنتش دلوقتي ظبطت ان الاكسبت لايف تايم ازيد من السنت لايف تايم بيوم زي ما قلنا البيست براكتس، لو انا ما كنتش عامله حاجه زي دي، الساعتين اللي فيهم فرق في التوقيت ما بينهم الادجستنس ما بينهم هتقع، تمام؟ ده برضو من ضمن الاسباب اللي بتخليني اهتم جدا ان الساعه تكون سنكرونايزد على مستوى الشبكه بتاعتي بالكامل، تمام؟ في بيئه الاكتف دايركتوري، تمام؟ الاجهزه اللي بتاعك امبارح لما انت جبته لي وكانت يعني داخل على الدوين، تمام؟ عايزك تجرب حاجه، غير الساعه بتاعت اللابتوب، تمام؟ وارجع تاني الشركه وحاول تلوجن على السيرفر بتاع الاكتف دايركتوري، مش هتعرف. ليه؟ لازم اصلا يكون نفس التوقيت ما بينهم، او اتليست يكون التوقيت قريب جدا ما بينهم فرق بسيط. انا عايز اقول لك ان الاكتف دايركتوري ذات نفسه بيلعب كان تي في سيرفر، بيظبط الساعه على اكستف كلاينتس. ليه تاني؟ لو الساعه مش متظبطه ما بين اللاب بتاعك وما بين السيرفر الاكتف دايركتوري عندكم، لا مش هتعرف تلوجن على السيرفر، او بمعنى ادق مش هتعرف تلوجن على الجهاز. ليه؟ لان انت مدخلينك اصلا بدومين يوزر، تمام؟ يبقى الساعه مهمه جدا ولا لا؟ صح. حاجه كمان ده برضو من ضمن الاسباب اللي بتخليني اهتم جدا ان الساعه بتاعتي تكون متظبطه. لو جيت ادخل دلوقتي على اي موقع سكيورد HTTPS، ندخل كده على جوجل مثلا، لا انا لو غيرت اصلا ساعه اللابتوب واليوم التاريخ مش عارف اخش على النت اصلا. بالظبط. ليه؟ ما هو ده اللي انا عايز اشرحه لك دلوقتي. اي موقع انا بدخل عليه بيبقى عليه سيرتيفيكت، ديجيتال سيرتيفيكت، تمام؟ السيرتيفيكت دي بتبقى مثلا موقع جوجل مثلا شاريها من فتره كذا لفتره كذا. طب انا دلوقتي لو فعلا زي ما انت قلت غيرت الساعه بتاعت اللابتوب بتاعي، ضربته مثلا 2020 او 2010، بعدت عن التاريخ الحقيقي يعني بفتره طويله، ايه اللي هيحصل؟ هو ده مين اللي مش عايز يدخل ليه؟ دي السيرتيفيكت اللي بقول لك عليها، تمام؟ لو جيت ضغطت عليها هنا واجي هنا اقول له عايزه معلومات ازيد عن السيرتيفيكت، مور انفورميشن، فيو سيرتيفيكت، دي الديجيتال سيرتيفيكت اللي ما بيني وما بين جوجل، تمام؟ الديجيتال سيرتيفيكت دي جوجل شاريها من امتى لامتى؟ شاريها من كذا لكذا، هتبقى اكسبايرد في 2017. معنى كده فعلا ان انا لو اخرت التاريخ بتاعي قوي او زودته قوي بعيد عن التاريخ ده، انا مش هعرف دلوقتي ادخل تاني على جوجل، او بمعنى ادق هيدخلني بس كل حاجه هتبقى شكلها غريب، ولو بكتب يوزر نيم وبس كل حاجه هيبقى شكلها عجيب كده وشكله غريب جدا. كان في حتى فيروس كده نزل فتره، الفيروس ده كان بيضرب الساعه بتاعت الجهاز يخليها 2030، تمام؟ اجي ادخل على اي موقع مش عايز يدخل، اكتشفت ان في حاجه كل شويه بتغير الساعه، طلع فيروس الاخر، كان الفيروس الفيرجن القديم منه بقدر اغير الساعه، بعد كده قفل لي البريفليج ان انا اغير الساعه، ما بقاش حتى من حق ان انا اقفل اغير الساعه، ده الفيرجن الجديد من الفيروس ده، تمام؟ فكل دي مشاكل فعلا بتواجهني لو انا مش مظبطه الساعه بتاعتي، تمام؟ احل المشاكل دي كلها ازاي بقى؟ قال لك افضل طريقه ان انا مثلا ممكن يبقى عندي راوتر في الشركه بتاعتي احوله ال NTP سيرفر اظبط عليه الساعه
عملت ورك تايم بروتوكول، والساعه دي هتوصل لمين؟ لكل الكلاينتس اللي عندي، لكل الراوترز والسويتشز اللي عندي. بمعنى هيبقى عندي سيرفر واحد بنسميه سيرفر والباقي كلاينتس بالنسبه لي. تمام. طب الراوتر الرئيسي اللي انا هظبط عليه الساعه، ايه رايك ان انا ممكن اخليه هو ذات نفسه ياخد الساعه من مكان تراستد؟ اكتر مكان تراستد بناخد منه الساعه ايه هو؟ في ساعات بنقول عليها اتوميك كلوك. اتوميك كلوك، ايه الاتوميك كلوك دي؟ ساعه ذريه كده، مش فاكره تفتكر الكلام ده ولا لا. انا فاكره من اولى ثانوي كنا واخدينها في فيزياء اولى ثانوي، كان بيقول لك درجه الدقه بتاعتها مش عارفه كام في كل كام الف سنه، درجه الدقه بتاعتها ثانيه، يعني ما بيحصلش فيها ديلي يعني الا ثانيه كل كام الف سنه. عارف الساعه اللي عند المحطه دي؟ اه هي دي. تمام. والله صدق لا تمام. الساعه اللي على شكل سمكه دي. اه المهم تاني بيبقى في عندي اتوميك كلوك، في كذا اتوميك كلوك. تمام. على مستوى كل قاره في اتوميك كلوك، في ممكن كمان نسنكرونايز من جي بي اس كلوك، ممكن كمان من راديو كلوك. الراديو دي اللي هي بتبعت الكلوك على راديو ويف، والراديو اساسا الراديو كلوك اساسا في النهايه بتكون سنكرونايز منين؟ من الاتوميك كلوك. تمام. الاتوميك كلوك دي بتبقى الستريتم بتاعتها، ستريتم بتاعتها زيرو. ايه ستريتم دي؟ ستريتم دي معناها درجه الدقه، درجه الدقه زيرو، يعني دي اكتر حاجه دقيقه. كل ما الرقم ده زاد درجه الدقه بتقل، ده رقم من 0 لغايه 15. تمام. كل ما الرقم زاد درجه الدقه ايه يا احمد؟ بتقل. فافرض دلوقتي ان انا عندي اتوميك كلوك، تمام، وفي عندي كذا ساعه هم متوصلين، دي ستريتم زيرو. الساعه اللي بعديها لو اخذت الساعه منها، لو اخذت الساعه من الساعه الاولانيه دي ودي اخذت من دي ودي، نفس الكلام، كل ساعة بتاخد الساعة، كل راوتر بياخد الساعة من الراوتر اللي قبليه، درجة الدقة بتقل. يعني معنى كده ان الستريتم، ستريتم الدرجة، احنا مش قلنا كل الرقم ده ما زاد الدقة بتقل بالظبط. تمام. يبقى الرقم بيزيد، يبقى ده معنى ان درجة الدقة بتقل. واضحة كده؟ تمام. ممكن اللي احنا هنعمله في اللاب بتاعي دلوقتي ان انا هاجي على راوتر سيسكو احوله ل NTP سيرفر، وبعد كده هو يوسع الساعه لمين؟ على الكلاينتس اللي حواليه. هو ذات نفسه زي ما بقول لك ممكن يبقى مثلا سيرفر بالنسبه للراوتر ده وكلاينت بالنسبه لده، ممكن يبقى سيرفر بالنسبه للراوتر اللي بعديه وكلاينت بالنسبه لاي حد قبله. تمام. طب اخد الساعه من مين؟ على سبيل المثال انا لو جيت دلوقتي على كاس الكمبيوتر، تمام، انترنت تايم، تشينج سيتنجز، طبعا انا قافلاه. تمام. الديفولت بتاعه ان هو اصلا بيبقى مفتوح، ممكن هنا على اللاب يعني تظبط ان انت تاخد الساعه من اي تايم سيرفر من دول. معنى كده ان في تايم سيرفرز معروفه انت ممكن تسنكرونايز الساعه منها. تمام. لو مش عاجبك اي واحد من دول اكتب اي بي تايم سيرفر اللي انت عايزه. تمام. طيب اجيب الساعات دي منين؟ لو دخلت على جوجل وعملت سيرش على بابليك تايم سيرفرز، على سبيل المثال الموقع ده مثلا مشهور قوي، هنا مثلا على سبيل المثال في افريقيا في 31 ساعه، كل دي ساعات، في منهم هنا في مصر، في ايجيبت، ايجيبت، ايجيبت اهي، في ساعه اهي في مصر eg.pool.ntb.org، كل دي ساعات ممكن ان انت تسنكرونايز منها. تمام. فزي ما بقول لك ممكن ان انت تخلي الراوتر بتاعك كلاينت للساعه دي، وهو بعد كده يبقى سيرفر بالنسبه لبقيه الراوترز اللي عندك في الشركه. خلاص. نعمل الكلام ده ازاي بقى؟ نعمل كده لاب صغنطوط. هوصل الراوتر
تاني، وهنجهز واحد تالت كمان شوية هعرف اعمل بيه ايه. R1 R2 R3 هوصل ده مثلا فاست زيرو على زيرو، فاست زيرو على زيرو، فاست 1 اوفر زيرو بفاست 1 اوفر زيرو، وهخلي الشبكة اللي ما بين دول دلوقتي كده 10 اوفر 24 والشبكة دي 11 اوفر 24. تمام. R1 هخليه هو السيرفر NTP سيرفر، R2 هخليه NTP كلاينت، وهنركن دلوقتي R3 هعرف اعمل بيه كمان شوية ان شاء الله. تمام. R1 R2 ونجهز بالمرة كمان R3 طبعا ال NTP ده بروتوكول شغال في الابلكيشن لاير، يبقى قبل ما اعمل اي حاجه، قبل ما افكر ان انا اقومه، لازم النتورك تكون اي صح. موديل اللعبه اللي انا هقول لك عليه دلوقتي، طبعا R1 و R2 انا مش محتاجه ان انا اشغل عليهم راوتر بروتوكول لانهم دايركت كونكت. تمام. ما دي التركه اللي هقول لك عليها على R3 دلوقتي. معايا بقى كده. اول حاجه طبعا لو انا قلت له شوك لوك، اتاكد ان الساعه بتاعتي الطالع عليها بالظبط. انا قلت لك من شويه ان الاي او اس اللي انا شغال عليه دلوقتي بيسنكرونايز الساعه منين؟ من اللاب بتاعي. تمام. هاجي بس كده على R2 كلوك ست، هدي له اي ساعه غلط. تمام. مثلا 1 جانيوري 2010، هديله اي ساعه غلط بس علشان ايه؟ اخليه بعد كده ياخد الساعه، اخليه بعد كده ياخد الساعه منين؟ من R1. تمام. علشان دلوقتي R1 يتحول ل NTP سيرفر، كل اللي فيها طبعا زي ما اتفقنا، اول حاجه هتاكد ان في كونكتيفيتي ما بين الاثنين، اي بي ادرس و R2 انترفيس فاست زيرو اوفر زيرو اي بي ادرس، نشطة وتست كده على الكونكتيفيتي ما بين الاثنين. كده في كونكتيفيتي ما بين الاثنين. تمام. اول خطوة خالص عشان احول R1 للسيرفر، كل اللي فيها ان انا هقول له NTP ماستر. ماستر NTP ايه؟ وممكن كمان ان انت تحدد الستريتم اللي انت عايز تشتغل بيها. طبعا الراوتر يستحيل ياخد ستريتم زيرو، لان احنا اتفقنا ان ستريتم زيرو دي للاتوم الكلوك. تمام. انا مش هديله دلوقتي ستريتم، ليه؟ الديفولت على الستريتم بيبقى 8، لو انا ما حددتلهوش ستريتم معينه بياخد ستريتم 8، فانا مش هحددها عشان اكد لك بس فعلا انه هياخد كام ستريتم 8. تمام. يبقى انا قلت له تاني NTP ماستر. تمام. لو جيت دلوقتي على R2 انا عايزه اخد الساعه منين؟ من الراوتر. في عندي طريقتين دلوقتي عشان اخلي الكلاينت ياخد الساعه من الراوتر. ايه هي؟ اول طريقه دي اللي انا هعملها دلوقتي ان شاء الله، هتعامل يونيكاست. يونيكاست يعني ايه؟ هاجي على R2 وادي له عنوان R1 الاي بي بتاع R1 واقول له روح هات الساعه من السيرفر الفلاني. تمام. في طريقه تانية ان انا اتعامل برودكاست. ده هوريك بس السنتكس بتاعها، لان اوريدي هيكون الراوتر اخد الساعه منين او الكلاينت اخد الساعه من السيرفر. تمام. لو انت عندك اجهزه كتير او راوترز كتير، الريكومندد ساعتها ان انت تتعامل برودكاست،
ليه؟ علشان اروى يعمل بوش للتايم مره واحده يسمع على كل الراوترز اللي حواليه اللي هي كل الكلاينتس اللي حواليه مره واحده وخلاص. لان في الطريقه الاولانيه الكلاينت هو اللي هيروح للسيرفر، كل كلاينت هو اللي هيروح للسيرفر ياخد منه السعر، فانت كده بتعمل لود على الباندويث بتاعك في حاله اذا كان عندك كلاينتس كتير، تمام. لكن تاني لو انت عندك عدد كلاينتس كتير ريكومندد السيرفر تخليه يعمل بوش للتايم نظام برودكاست، والكلاينتس كلها تلسن على البرودكاست وخلاص. تمام. نعمل الطريقه الاولانيه، هاجي على كلاينت اقول له انتي بي سيرفر، هو مش سيرفر دي عشان كده انا قلت لك ماستر عشان اكدها لك، ماستر يبقى هو السيرفر. تيجي على كلاينت تقول له سيرفر وتحدد له عنوان السيرفر. تمام. انا كده بتعامل الطريقه الاولانيه اللي هي نظام ميني كاست. ليه؟ ما انا قلت له عنوان الان تي بي سيرفر بتاعي. تمام. لو قلت له شو كلوك انتر سنكرونايزد للساعه ولا لا، دخل الساعه ولا لا. صح. في حاجه بقى ال NTP ساعات بيبقى بطيء، يعني ممكن طبعا على حسب فرق التوقيت ما بينهم، كل ما بيزيد كل ما بيبقى اقطع. يعني لو الساعه بس او الفرق ما بينهم سنين كتير ممكن الاقيه يقعد بثلاث اربع دقائق لغايه ما يسنكرونايز. تمام. فلو هو مش عمل سنكرونايزيشن اصبر عليه شويه، عاده ال NTP بيبقى بطيء. تمام. طب انا عايز اعرف فعلا ار 2 اخذ الساعه منين، انا عايز اتاكد هو اخذ الساعه منين. تمام. عندي امر اسمه شو NTP، هما اصلا التو اوبشنز ستاتس واسوسيشن، دول اكتر اوبشنز بنستخدمهم. لو انا قلت له مثلا اسوسيشنز يهمني ان انا اشوف العلامه دي، العلامه دي معناها ايه؟ دي معناها ان الساعه كونفيجرد، والستار اللي في الاولانيه دي معناها ان هي سنكرونايزد. اخذ الساعه من مين؟ من 10:00:01 اللي الستريتم بتاعته 8. تمام. عندي امر كمان شو status NTP status، لقيت هنا السطر ده دي الكلمة اللي تهمني clock is synchronized، الستريتم بتاعتي 9. ليه؟ ما هو انا اخدت الساعة منه هو ستريتم 8 بالظبط، وانا واخدها منين؟ من 10:00:01. تمام. طبعا لو عايز تعرف معلومات بقى عن الباكتس والكلام ده، تمام، عدد الباكتس اللي ان، عدد الباكتس اللي اوت والكلام ده. تمام. دي الطريقة الأولانية. الطريقة الثانية إن أنا هيجي على R1 أنزل تحت الانترفيس فاست 0/0 وأقول له NTP برودكاست، أقول له إيه؟ NTP مسافة برودكاست. وأجي على الكلاينت تحت الانترفيس وأقول له NTP برودكاست مسافة كلاينت. انا كده بقول له حفز نفسك لو جالك برودكاست على الانترفيس ده استقبله، انت كلاينت للبرودكاست بتاع الان تي بي اللي هيجي لك. في اي مشاكل لغايه دلوقتي؟ تمام. افرض بقى دلوقتي ان ار 3 عايز هو كمان يسنكرونايز الساعه، زي ما انت قلت دلوقتي الان تي بي اساسا ده بروتوكول شغال في الابلكيشن لاير. تمام. يعني ماست اساسا تكون الشبكه قايمه علشان، او يعني يكون في راوتنج عشان اصلا البروتوكول يشتغل. يعني انا في الحاله دي ار 1 شايف ال 11؟ ار 1 لا، انا ما عملتش عليه ستاتيك راوت ولا قولت اي راوتنج بروتوكول. وبالتالي اصبر يا احمد، اصبر يا احمد. وبالتالي ار 3 هيعرف ياخد الساعه من ار 1؟ لا، انا هتعمد ان انا مش هعمل راوتنج دلوقتي. ليه بقى؟ قال لك في طريقه ثالثه، مش انا عندي ثلاث انواع اللي هو السيرفر، ان انا هحوله سيرفر. انا عملت ايه كده يعني؟ اصبر شويه. يعني يبقى سيرفر، لا يبقى ماستر للراوتر وكلاينت للسيرفر للراوتر. دي اوريدي شفناها. تمام. لا انا هعمل حركه ثانيه بقى، لو تصبر بس. دلوقتي انا هخلي ار 2 وار 3 بير لبعض، احنا اخذنا ثلاثه امبلمنتيشن دلوقتي للاي تي بي، سيرفر كلاينت، في نوع ثالث اسمه بير. بير يعني ايه؟ النت للنت، مفيش حد فينا احسن من الثاني. بمعنى انا هاجي على ار 2 اخلي بير 4 11:00:03 واجي على ار 3 اخليه بير 4 11:00:02. بمعنى ار 3 لو انا قلت له روح خد الساعه من السيرفر ده ما قدرش يوصل له، ما هو مفيش راوتنج ما بينهم، هيعمل ايه؟ الخطوه الثانيه هيبدا يروح للبير بتاعه. طب ار 2 مفيش كونكتيفيتي ما بينه وما بين السيرفر، هياخد من مين؟ من البير بتاعه. يبقى بير معناه مش واحد، بص
السيرفر دايما بيدي ساعة عمره ما بياخد الساعة، الكلاينت دايما بياخد الساعة عمره ما بيدي الساعة، انما البير الند للند احنا الاثنين زي بعض، انا هديك الساعة وقت ما انت تحتاجها وانت تديني الساعة وقت ما انا احتاجها. وضحت كده؟ تمام؟ تعالى نعمل الكلام ده، وهتعمد زي ما قلت لك ان انا ما اعملش راوتنج ما بين الاثنين عشان ار 3 ما يقدرش ياخد الساعة من ار 1. تمام؟ الاول الكلام ده بقى هنزل تحت الانترفيس اف 1 اوفر 0 اي بي ادرس و ار 3 11 0 0 اتاكد كده ان في كونكتيفيتي ما بينهم، في كونكتيفيتي ما بينهم. تمام؟ كل اللي فيها سمبلي ان انا هاجي على ار 2 واقول له انت بي بير، انت البير بتاعت مين هو؟ 11 0 0 3. واجي على ار 2 واقول له انا لسه ماخدتش. انت بي بير البير بتاعك هو مين؟ 11 0 0 2 معلش سوري. انا نسيت الاول اعك الساعه على ار 3 علشان اكد لك فعلا ان هو ايه، لان الساعه دلوقتي كلها اصلا متظبطه. تمام؟ فقبل ما اقول له الكلمتين دول هقول له كلوك ست 1 جانيوري 2010 مثلا. شوك لوك الساعة غلط اهي. تمام؟ هاجي هنا زي ما اتفقنا اقول له خد الساعة من مين؟ من 11 0 0 2. اصبر عليه شوية لأن عادة البير بيتأخر شوية. تمام؟ على ما يقوم بقى على ما الساعة تسنكرونايز. لو جيت دلوقتي على ار 1 انت كنت بتقول ان ار 1 ممكن يبقى هو كلوك انت بي سوري انت بي مسافه، ممكن اخليه السيرفر وفي نفس الوقت كلاينت لحد تاني. كلاينت لمين؟ للسيرفر الفلاني مثلا اللي هو اللي انا اخدته من هنا كوبي لده تمام، كوبي لمين؟ للكلاينت ده. الرساله اللي طلعت لي بس بتقول لي ان انت دلوقتي مش قادر اعمل ترانسليت للنيم ده، انا ما عنديش دي ان اس سيرفر. اه يعني انت لازم تحط دي ان اس سيرفر هنا بالظبط، نيم او اي بي نيم سيرفر تقريبا، اي بي نيم سيرفر وتديله الدي ان اس سيرفر اللي هيروح يرزلف منه. وانت خد بالك من حاجه، انا اديتهوله از انيم، اديتهوله ايه؟ اس انيم، هو بيحاول يترانسليت الكلام ده فلازم اديله عنوان الدي ان اس. طبعا في حالتي مش هيقدر برضه يترانسليت لان انا مش موصله الراوتر ده بالانترنت فعلا، انا مش موصله بكارت الشبكه الحقيقي بتاعي. وضحت؟ تمام؟ فعلي بس اللي انا عملته ده. نروح بقى كده نشوف ده ار 3 سنكرونايزد ولا لسه؟ اخد فعلا الساعه. بس في هنا حاجه بقى، لو قلت له شو ان تي بي associations او شو اس تي بي status، قال لي هنا ان الساعه synchronized والستريتم 10. تمام؟ واخدها منين؟ من البير اللي هو 11 0 0 2 الستريتم 9 لغايه دلوقتي. تمام؟ اوكي لسه ما خلصتش. لو جيت دلوقتي على ار 1 احنا اخدنا شوية اوامر، اتعلمنا ازاي ان هو يبقى ماستر، اتعلمنا ازاي ان هو يبقى كلاينت بالنسبة للسيرفر تاني. تمام؟ وتعلمنا ازاي ان هو يبقى بير، وعرفنا كمان الكلاينت ممكن ياخد الساعة دي نظام برودكاست او يونيكاست. افرض ان انا عايزة اعمل اوثنتيكيشن ما بينهم، دي اوثنتيكيشن ريكومندد ان انا اعمل اوثنتيكيشن ما بين الاثنين عشان مش اي حد كده يجي وياخد الساعة من السيرفر بتاعي. تمام؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ في الاول خالص اقول له انت بي اوثنتيكيت بس كده، الاوبشن ده بس اوثنتيكيت، ده هيعمل انيبل لعمليه الاوثنتيكيشن. انا لسه لا حددت كي ولا عملت اي حاجه، الامر كده في البدايه وظيفته ايه يا احمد؟
بيعمل انيبل لعمليه الاوثنتيكيشن. بعد كده اقول له ان تي بي مسافه اوثنتيكيشن كي، وتحط له بقى الكي اللي انت عايزه، رقم الكي طبعا ماست ان يبقى نفس الكي رقم على الاثنين، لانه مش بيسبورت الا الام تي 5، واحنا قلنا قبل كده في حاله الام تي 5 رقم الكي بيدخل في عمليه الاوثنتيكيشن، فعشان كده ماست ان رقم الكي بيبقى واحد على طول. تمام. لو استخدمت الهيلب حط لي بقى الباسورد اللي انت عايزها، تروح تعمل الكلام ده على الاثنين، على السيرفر وعلى الكلاينت، عشان يأوثنتيكيتوا من بعض. تمام كده. ده بالنسبه للاوثنتيكيشن. يبقى في الاول هتقول له ان تي بي اوثنتيكيت بس كده، انيبل الاوثنتيكيشن، وبعد كده تحدد له الكي اللي هيأوثنتيكيت منه. في اي مشكله كده؟ بالمناسبه صحيح، الان تي بي اللي انا شغال عليه دلوقتي ده فيرجن 4. فيرجن 4. في بروتوكولات تانية ممكن ان انا اخد منها الساعة، مش شرط الـ NTP. في الـ SNTP تمام، Simple Network Time Protocol، وفي واحد تاني اسمه مش متذكرة اسمه دلوقتي، مش فاكرة اسمه. المهم ان في بروتوكولات تانية فعلا وظيفتها ايه؟ ان هي بتوزع الساعة، مش الـ NTP بس. اللي عليك في الكورس الـ NTP، واللي انا شغال عليه فيرجن 4، اللي على الاي اس اس الجديده ده فيرجن 4. تمام. في اي مشكله هنا؟ خلصنا ده.